لكم متابعين فاستيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. مؤخرا المغرب عرف واحد الارتفاع كبير في العدد ديال الاصابات ديال كورونا، فهذا الشيء اللي خلق واحد التخوف عند المواطنين. فباش نناقشوا الاسباب ديال هذا الارتفاع، اليوم معنا الدكتور سعيد عفيف بصفته رئيس الجمعيه المغربيه للعلوم الطبيه، باش نناقشوا هذا الموضوع ونعرفوا الاسباب ديالو. سي عفيف، شنو هما الاسباب؟ كيفاش نقدروا اصلا نفسروا هذا الارتفاع اللي شهدته الاصابات ديال كورونا؟ اولا خصنا نعرفوا بانه الفيروس ديال كورونا فهو فيروس عالمي، ماشي عندنا بوحدنا. اذا تنشوفوا شنو هي الحاله الوبائيه عبر العالم، ها وحده. ثانيا تنعرفوا حنا بانه فصل الخريف وفصل الشتاء تيكثروا الفيروسات كما الزكام. اذا حنا تنعرفوا بانه في هذه الوقيته تيكثروا الفيروسات، ولهذا ومع للاسف الاعراض تتشابهوا ما بين الكوفيد وما بين هذه الامراض، لا بالفيروس ديال الزكام ولا فيروسات اخرين. اذا خص اولا وقبل كل شيء نبقى عندنا اليقظه، وهذا الشيء علاش الحكومه مددات حاله الطوارئ. وشناش واقع دابا في بكين في الصين، اللي هذه ثلاثه سنوات ما كان فيها والو، ولكن اللي دابا كاين واحد الارتفاع ديال الحالات. الحمد لله احنا في بلادنا المملكه المغربيه مع انه الحاله الوبائيه مستقره، فتنعيشوا واحد الحاله اللي هي شبه طبيعيه. تشوفي الناس على برا ما دايرينش الكمامة، الناس كاينين اجتماعات، كاينين الناس اللي بغا يدير العرس تيديرو، اللي بغا يدير اجتماع تيديرو، الاجتماعات اللي دازو لا اللي دارت الدولة ولا اللي داروا الخواص. إذن هذا تيجعل بأنه كاين واحد الانتعاش اقتصادي، وشنا بأنه الحمد لله بالنسبة للسياحة رجع هذا الانتعاش. إذن مشكل ديال هذا الفيروس هو أنه خاص نبقاو اليقظة. أشنو هي اليقظة؟ اليقظة وهي مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة واللي مسنين خصهم يكملوا اللقاح ديالهم، باش حتى إلا مرض اللقاح ما تيحميش 100% من الإصابة، ولكن تيحمي أكثر من 80% من إصابة خطيرة. والمشكل ديال هذا الفيروس هما الإصابات الخطيرات، هو فاش يكون عندنا الاكتضاض في الأقسام ديال الإنعاش اللي تيجعلنا أننا نرجعوا للحجر أكثر تشديد، وهذا اللي حنا ما مستعدين ليه لا اقتصاديا ولا نفسيا. واش الارتفاع ديال الاصابه ديال كورونا كيدل على ان مؤشر لاننا ممكن نعيشوا واحد الانتكاسه مستقبلا؟ لا، حنا ما خصنا دائما واحد القضيه اللي مهمه، خصنا دائما يكون عندنا وحنا كمسلمين واليوم الجمعه خص دائما يكون التفاؤل، حيت المشكل ديال هذا الفيروس هو انه اثر على بزاف ديال الناس نفسيا، واثر على المراهقين نفسيا. إذن خص يكون هذا التفاؤل، وبينات البلاد ديالنا بفضل تضافر ديال الجهود وفضل التدابير الاستباقيه اللي والتوجيهات الساميه اللي عطاها صاحب الجلاله، وفضل التضافر ديال المجهودات ديال كاع القطاعات، وفضل كذلك وما ننساوش المواطنين، اننا تمكنا اننا نخرجوا راسنا عالي واقل الاضرار. واخا اي وفاه ديال المغربي ولا مغربيه فهي خساره تعتبر لبلادنا. اذا حنا خصنا دائما نبقاو متفائلين. علاش؟ الدول الاخرين داروا 7 الموجات، حنا درنا غير 4. اذا تنبقاو متفائلين، ولكن اليقظه والاحتياط. وتنعاودوا نقولوها، راه هاد الاعراض اللي تجيب الكوفيد نفس الاعراض. اذا الا كان واحد مثلا فيه هاد الاعراض، سيلنان في الحلق تضرر، ارتفاع ديال الحراره، صداع في الراس، وعنده ناس باه ولا مو ناس كبار ولا جدو ولا جده، فمن واجب عليه انه خصو يتعزل وخصو يدير الكشف. وإلا كان ديك الساعه زكام، راه زكام تيمشي من بعد 3 ايام ولا 4 ايام. الا كان مريض
تيتعزل باش ما يعاديش هاد الناس، باش هاد الناس ما يوصلوش للإنعاش، وباش لا قدر الله ما تكونش الوفاة. يعني انطلاقا من هاد الأجوبة ديالك، يعني كيبقى الاختبار ديال كورونا هو الحل الوحيد باش نقدر نميزو بين الإنفلونزا الموسمية وبين الإصابة بكورونا. الاختبار الحل اولا وقبل كل شيء راك تنشوفوا الناس دابا تنطلقوا معاهم الاصدقاء ولا الناس في العمل، فاش يكون عنده هاد الاعراض تلقاه داير الكمامه واخا على برا باش ما يعادي حتى شي واحد، وتلقى ما يسلمش عليك وتيغسل يده، اذا باش ما تنتشرش العدوى. هذا الا بغى يعرف توت سويت راه هي الكشف، ولكن الا ما دارش الكشف فعلى الاقل اضعف الايمان انه يدير الكمامه، انه يغسل يديه بزاف ديال الخطرات، انه ما يتصافحش مع الناس. والا كانت عير زكام راه 3 ايام 4 ايام ما تيبقى حتى شي حاجه. ودكتور عفيف الا كان ممكن تعرفنا على الدور اللي كيلعبوا اللقاح في هذه الحاله هذه. اللقاح ديال الزكام فهو مهم ومهم جدا، لحقاش ما ننساوش بان الزكام عبر العالم فهي ملايين ديال الوفيات، خصوصا الناس المسنين واللي عندهم امراض مزمنه. اذا حتى هما تنحتوهم انهم يديروا اللقاح ديالهم ديال الزكام. وهكا مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه لقائنا اليوم، على امل اننا نتلقاكم مع ضيف جديد وموضوع جديد ان شاء الله قريبا جدا. بالسلام عليكم.